السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم قطط؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ معنا طريقة عمل الطريق الفطير الفلاحي. هو خفيف، الكالو والدقيق بياخد معاكي مج من الشرب العادي ده، اهو بنحط نص زبدة ونص قشطة او نص سمنة زي ما انت عايز. اهم حاجة في البرد اللي احنا فيه ده ايه؟ بصي بقى النقطة دي اهو، انك لازم كل فطيرة تروحي عاملة كده في الزيت. ليه في الزيت؟ بيقفل وشها من فوق ويقفل وشها من تحت، فالحاجة ما تقشفش معاكي وتخمر معاكي بسرعة. ماشي، انا بحط الزيت ده في الاول خالص وانا بقطع كده، وتروحي مقلبة كده اهو اهو. الحتت دي بقى المفتحة دي ما غلط، ليه؟ المفروض تقفليها كويس، لان اما تيجي تبططي في حتة مفتوحة كده مش هتقب معاكي، او هتقب وتيجي تفتح من هنا، فالمفروض تقفلها كويس. فانا هقفل وما ينحطش معاكي في مكان مفتوح، ما ينحطش في مكان مش تحت الشباك ولا اي حاجه. دول 2 كيلو وشويه دقيق. انا كان عندي نص كيلو لبن رايب، فحطيت عليه كيس لبن نيجي، لاني ما عنديش قشطه ولا زبده، فعملت بسمنه عاديه، السمنه الموجوده عندي دي. فهو هيطلع حاجه يعني ايه، هيبقى طعمه حلو ان شاء الله اهو. عايزه اوريكي شكله بقى، نغطيه بقى، نغطيه من فوق كده، يتقفل حلو اهو اهو. شوفي شكله عامل ازاي، هوريهولك بقى لما يخمر. لو انت جيتي بقى فرتيه هو في المرحله دي، لو جيتي تفرديه في المرحله ديت مش هينفرد معاكي، هتلاقيه بيكش معاكي. انا بقى هوريهولك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، لما يبرد، لما يخمر خالص نيجي نفرده. هفردهم بالمكنه بتاعه العيش، مكنه الفطير الصغيره اللي احنا كنا فاردين بيها دي اهو. بيبقى حلو مع حته جبنه قريش، حته جبنه رومي مع شويه عسل، يتاكل مع كوبايه شاي. تعرف ان الشتا بياكل، فلازم تبقى في حاجات كتيره موجوده اهو. طبعا العجينة ماسكة وشد نفسها خالص، يعني شوف العجينة مع انها شكلها طري اي، بس ماسكة نفسها لان الجو ساقع. هحط ده فوق الحلة كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. واروح جايبة ايه بقى، حطاهم في حتة مقفولة ومغطية عليهم بدفاية، كافية عليهم غطا من فوق، وبرهولك كمان شوية كده قبل ما نيجي نشتغل فيه. نيجي بقى نشوف بعد احنا ما خمرناه، سبته طبعا. طب هقول لك انا خمرته ازاي، يعني انا كنت حاطه العجينه، طب انا لو حطيت الغطا والدفايات عليها تلزق في العجينه اعمل ايه؟ بصي، او الغطا بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ودفايه عاديه اهي، عادي اي حاجه، ورحت حاطه مصفى فوق العجينه، نسمي الله ونشوف. ادي المصفى فوق العجينه اهي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهو اهو، حتى ريحه العجينه طلعت خالص اهي اهي. ده اما تيجي بسم الله الرحمن الرحيم، شوفي لما ما تقعديش بقى تحط صوابعك كده كده، لان صوابعك لما تحطيه كانه قطع سكينه، يجي ينفخ معاكي في الفرن ويهبط تاني اهي. شوفي اللون عامل ازاي اهو، شفت الشكل، شوفي التحف دي اهي، تحف. طب نيجي نشوف اللي تحته، طبعا تقيل، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بدل ما وسخ حاجات كتيره فحطيته اهو. نيجي بقى على الطبليه، ديت اساسيات التخمير في الشتاء. بصي، اي عجين صيف شتاء بياخد، لازم ياخد وقته في التخمير ويخمر مره واثنين وثلاثة، بس في الشتاء الجو بيبقى ساقع جدا، فناس بتستعجل. لو ما خمرتهوش في كل مرحله هيطلع طعمه وحش، هيبقى هو والفرن حته واحده، هو والصاج حته واحده اهي. العجينة بتاعتي حطيت عليها فانيليا من اللي انا عاملاها في الفيديوهات تحت، ال 2 كيلو، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا معايا. حطيت معلقة يديله ريح حلو، ريح حلو، وهوريهولك لما طلعه ونعمل معاه كوباية شاي بقى وحتة جبنة قديمة كده وتحفة وشوية عسل وجميل. اللي بتسألني، اللبن الرايب، كيلو اللبن الرايب يعمل معاكي صافي 2 كيلو دقيق لو انت ما حطيتوش ميه، ولو محتاج ميه هيحتاج شويه صغيرين خالص. ده بقى كان معايا نص كيلو، ما كانش نص، ربع كيلو، كان خفيف خالص، فزودت كيس لبن بودره، لبن نيدو ده اهو، وكيسين فانيليا، وكيس خميره. الكيلو بياخد مني كبشه سكر كده ومعلقه اكل ملح، وياخد معاكي مج. انا بحط زبده على قشطه، ما عنديش النهارده حطيت روابي وكريستال لاني ما عنديش حاجه خالص
اهو. والزيت شوفي الزيت من فوق ومن تحت، ده حاجه مهمه جدا، دي اساسيات الشغل صيف شتاء. حلو لما تخدمي حاجتك وتبقى حلوه تبقى جميل. واحده بتقول لي الحاجه بتاعتي بتطلع مفروله، مفروله تخميرها مش حلو او خميرتك زياده قوي قوي قوي، او الحاجه بتاعتك يعني خمرت اهي وبططتها عشان اسيبها شويه تخمر، سبتيها تخمر لدرجه ان هي بدات تهبط تاني. الخميره ليها حاجه معينه، ده او دهنيه جدا، الحاجه الدهنيه قوي اللي فيها سمنه كتير كده بيبقى طعمها حلو في الاول، اما تطلعها من الفرن بعد ما تطلعها من الفرن وتبدا تبات معاكي طعمها بيملح ويفرق خلاص، ما بيقبش معايا ما بيقبش معاكي، الفرن بتاعك بارد واطي، او وانت بتشديها كده على ما دخلتها الفرن اتمزقت منك فتحبط معاكي ضيعت خمرها، او خمرتها زياده قوي 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 قوي، الخمر الزياده مش حلو والخمر القليل مش حلو. انت بتبقي ملاحظه انك حاطه الحاجه كده بقت اتقبت كده، مجرد ان هي بدات تنفخ كده تروحي خبزها خلاص، وخاصه ان احنا مرينا بمراحل حلوه يعني في التخمير. يلا بينا على المكنه بقى، انا فردتهم ما خدوش 10 دقايق على المكنه بتاعت العيش ده، اهي ده اهي بصي دي بفرد عليها وجميل ما شاء الله، وبتريح بقى ولا صوابعك تعلم ولا اي حاجه، وتفرد بسرعه جدا جدا جدا. انا عامله كبير عشان الوقت، انا طول الوقت يعني الوقت مقصر معايا. المهم يعني احنا قلنا الخمر الزياده قوي قوي بيحمضه، ممكن يكون مملح ممكن يهبط منك. طب انا اعمل ايه؟ شوفي انت فرداها بصي عامله سمك قد ايه، هنروح مغطينه، احنا عاملين طبقات، طبقه اهي والطبقه الثانيه محطوط تحتها، طبقه اهي والطبقه الثانيه محطوط تحتها. الطبق ده واخد 2 كيلو ونص دقيق تقريبا. انا عامله يعني ايه، عملت دقيق بزياده شويه وغطي بقى كده. اي دفايه عندك اي حاجه بس تبقى نظيفه وريحتها نظيفه، والدفايه دي بدنا نغسل بقى عادي، واجيب حته قماشه واغطي الباقي. لازم الحاجه بتاعتك تبقى متغطيه، الدفايه او الملايه ما تشربش السمنه والزبده واللبن والحاجات دي، ما تحطش على كرتونه، اوعي تقطعها على كرتونه، نسيبها تخمر اهي. مجرد انك بتبص عليها بقى بعد مثلا ربع ساعه نص ساعه بتلاقيها قبت بقى نفخت كده، اول لما تبدا تنفخ تنزلي تخبزيها. هات ايد الفرن بتاعك، هبقى اوريكم احنا بنخبز تحت، تقيد الفرن بتاعك وظبط الدنيا، اجيب اغطيها بقى. وده بقى اللي بقى بنفطر يا بنات، عايزه اوريكي هو الحمار ده زي ما انت عايزه، عايزه تفتحيه تبطيه زي ما انت عايزه. بصي بقى لما تشوف الارضيه كده، الارضيه بتاعتك برد، بس ده كان في اول الفرن يعني لسه الارضيه ما سخنتش، بس طيب بصي طيب ونفرغ من بعضها. بصي ما شاء الله وملدن، ده تخين، ده عامله على رقم في المكنه رقم 3 اهو، خلاص لونه ابيض لان ما فيهوش دسم كتير، ما فيهوش قشطه وزبده وسم، ما فيهوش كتير اهو. ده كان لسه اول دور، لسه الارضيه ما احمرتش، بس كانت النار عاليه من تحت اهو، كانت النار عاليه من تحت وعاليه من الشواريق من الجوانب اهو. ما عرفتش اخد الموبايل وانا شغاله في الفرن اهو. شوفي طيب ازاي وملدن ازاي وجميل، شوفي اهو معلش. طيب وده كان بدأ الفرن يحمر بقى من تحت، وشوف الفيديوهات القديمة هتلاقيني عاملة الفرن بالزيت، والحمر ده بتاعك اهو جميل بسم الله ما شاء الله تحفة بالله. يعني ده يعتبر ايه، بكبشتين لبن كده ولبن نيدو واي زيت، وممكن تعملي بزيت كمان، بس القشطة طبعا بتدي نتيجة جميلة. متنسيش تشترك معايا في القناة واعملي لي لايك وتعليق جميل يا جميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.